Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Müslümanların Mescid-i Aksa'yı korumadaki rolü adlı sanal sempozyumda açıklamalarda bulundu. Eyyuhel ikhvel kiram, eyyetuhel ekhavatil kerimat. Uhib en uşir bi enne hunake selaf kelimat Falastin, el-Kuds, el-Aksa. Hâbihi kelimatü selaf دلالاتها واحدة تصب في دائرة واحدة لأن الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة لم تفصل في هذه الدلالات عن بعضها بعضا فحينما نذكر فلسطين فإنما نقصد الأقصى والقدس وحينما نذكر القدس نذكر نعني فلسطين والأقصى وحينما نذكر الأقصى نعني فلسطين والقدس ثم إن دور الأمة هذا الدور الذي يجب أن يكون في الدفاع عن المسجد الأقصى لأن الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم بل لجميع المسلمين في العالم والذي يزيد عدد المسلمين في العالم الآن عن 2 مليار نسمة نعم 2 مليار نسمة هم مسؤولون ويتحملون المسؤولية فالأقصى أمانة في أعناقهم